أقول هشام. تفضل أستاذ. أستاذ عماد ما بلغك متى راح تدخل المكتب؟ لا هو قال بس إنك تنتظرين شوي لأن عندنا ناس مهمين وايد داخل. منو الناس المهمين؟ بيل جيت؟ لا لا سارة صقر. منو سارة صقر؟ هذه الممثلة؟ إي مو شام ما ريحت المكتب كله اليوم متروس عطر شلون؟ ما تدري إيش عندها جاية؟ ما عندي علم بس أكيد واحدة من قضايا النصب أو إن جاية تشتكي على أحد مثلا غلطان عليها بالسوشيال ميديا. نفس القضايا كل يوم. تفضل سلام عليكم. شكرا. تفضلوا سيري حو. شكرا. سادة نادية طبعا انت تعرفين الفنانة سارة صقر؟ اكيد اعرفها. شفتها من شوية كانت عندك استاذ في المكتب. اعتقد كانت جاية توكلك بخصوص قضية او شيء. صحيح. وانا ابيك بالتعاون مع ولدي يعقوب تولون قضيتها. اللي تشوفه. بس انتبهوا ترى قضيتها سرية 100% وما بالصحافة تاخذ خبر مهما كانت الظروف. بخصوص هالموضوع اكيد لا تحاتي ابدا استاذ. بإيدي أمين إن شاء الله. نادية، سارة وغيرها يسوون عمليات تجميل بأحد المستشفيات اللي ما فيها عيادة التجميل أو دكتور متخصص بالتجميل تحت إيد دكتور بشري يجيب لهم المواد بسعر أقل من السوق ويسوي العمليات بسرية تامة. معقولة؟ يعني فنانة معروفة ومشهورة ولها وضعها واسمها، شلون تسترخص على نفسها وتروح عند دكاترة أي كلام؟ أنا ماني فاهمة.